طيب كابتن عامر، من ناحية تانية، بما انك انت ذكرت موضوع الملاعب ودي نقطة مهمة جدا، كنت بتكلم من كام يوم هنا فيما يخص مباراة الزمالك والاسماعيلي الأخيرة، وطبعا سمعت كل الناس وهيتحدث عن ملعب المباراة وحالة ملعب المباراة في الكاف وفي الفيفا، وبيدوا اشتراطات معينة للملاعب اللي تلعب عليها البطولات. هل انتم ممكن تتدخلوا في هذه الامور؟ يعني تقول لي مثلا للاسماعيلي، للمصري، للاهلي، للزمالك، لاي نادي، تقول والله الملعب بتاعك ده لا يصلح لاقامه مباريات في الدوري، عدله وهتلعب في ملعب اخر، بما ان كل نادي حسب معلوماتي بيبعت ملعبين او ثلاثه، قول له هتلعب في الملعب الثاني الحين تعديل هذا الملعب، ولا مالكش سلطه انك تعمل لك لجنه مسابقات او اتحاد كوره؟ لا، اشتراطات الفيفا والاتحاد الافريقي لما يجي بيشوف الملاعب ويدوا ترخيص للملاعب اللي تلعب عليها البطولات بتاعتهم مالهمش علاقه بالنجيله. مالهمش علاقه بالنجيله، لان هم ممكن يشوفوا اول الموسم مثلا بتبقى النجيله كويس، ممكن بعد كده البطوله بتاعتهم بتقعد 5 6 شهور. فمش هيجي يشوف النجيله، هو بيشوف غرف الملابس، بيشوف التامين، المدرجات، ودخول الجماهير، هل الدخول في اماكن امنه. اهم حاجه عندهم يعني يبقى الامانه، الامان للجمهور. طيب دخول الطلوع والفرق وغرف الملابس ومكان المؤتمر الصحفي، كل الحاجات ديت. طيب المقصوره هقولها لك بشكل تاني يا كابتن عامر. الملاعب دي واحنا بنحاول نماركت بشكل كويس للدوري بتاعنا والشكل بتاعنا وكواليتي اللاعبين واداء اللاعبين وحالتهم ومنتخب مصر وكل التفاصيل دي، هل احنا كاتحاد كوره ملوش اي تدخل في هذه الامور؟ يعني يسيب الماتشات تتلعب على ملاعب ممكن ما تكونش جيده زي دي؟ مش بتكلم على ملعب الاسماعيلي بس، كثير من الملاعب، مش ملعب الاسماعيلي فقط. انا اقول لحضرتك حاجه، ناخد لو اخذنا ملعب اللي بيتلعب عليه استاد القاهره مثلا، 4 انديه بيلعبوا فيه تمام، والمنتخب بيلعب مبارياته هناك تمام كويس، المسؤول عن استاد القاهره ودي هيئه خاصه وتابعه للشباب والرياضه. انا ما اقدرش اتحاد كوره لما يعمل مباريات هناك او يأجر الاستاد بتاعه ان انا يقول له تعالى خد رايي الاول. انت مالكش سيطره عليه. استاد اسكندريه دي تبع محافظه اسكندريه، الملعب في استاد اسكندريه. برج العرب تبع الامانه العامه. المقاولين العرب، نادي المقاولين، نادي المقاولين من ضمن موارده اكيد ايجار الملعب عشان يجيب موارد. ولو ما اجرش الملعب ما تقدرش تمنع الفرقه بتاعته من التدريب على الملعب. هو غالبا موضوع نادي الاسماعيلي ان الفرقه بتتمرن عليه. لان دايما خاصه في شهر يناير وفبراير بيبقى المشكله في الشهرين دولت في الملاعب كلها. عشان الجو ساقع ولو في امطار في بعض المحافظات. فبتاثر في الملعب جامد. انما في بدايه الموسم تجيب لقصات كده في بدايه الموسم المباريات، هتلاقي الملاعب كلها على اعلى مستوى، كل الملاعب. بس احنا في يناير وفبراير يناير وفبراير مع الجو الساقع مع الامطار، العشب بيبقى ضعيف جدا، الجذور بتبقى ضعيفه جدا، فبتتشال مع المباريات وما بيطلعش غيرها. نوع النجيله دلوقتي حاليا اللي هو التركيب ده البلاطات ما بيطلعش مكانه غير النجيله بتاع زمان البلدي اللي كانت تدي ميه تطلع نجيله. يا كابتن عامر، انا عاجبني قوي التفاصيل اللي حضرتك بتتكلم بيها دي، بس برضو يعني ما هي ملاعب العالم كلها عندهم درجات حراره وشتاء ومطر وتلج. لا لا لا، الموضوع مختلف خالص. مختلف. لا. اول حاجه ما تلاقيش حد بيتمرن على ملعب المباراه. تمام. نمره 2، ما بتلاقيش ناديين بيلعبوا في ملعب واحد. كل نادي مثلا في انجلترا كل نادي عنده ملعبه وعنده ملاعب التدريب بتاعه. مفهوم. استحاله هتلاقي حد ناديين بيلعبوا في ملعب واحد. ولو لقيت مستحيل تلاقي حد بيتدرب في الملعب. انما نادي المقاولين ده ملعبه اللي بيتدرب فيه، نادي الاسماعيلي ده ملعبه اللي بيتدرب فيه. ففي اللي هم جهاز الرياضه هتلاقي طلع الجيش بيتمرن في الملعب بتاع جهاز الرياضه. استاد القاهره 4 انديه بيلعبوا فيه بالاضافه الى المنتخب الوطني. استاد اسكندريه بيلعب اتحاد وسموحه. وممكن كل واحد فيهم ممكن ياخد تمرينه. والجو ساعة في اسكندريه وفي امطار. طيب برج العرب كان المصري وفاركو، والمصري بيلعب كل 3 ايام وكل ماتشاته في اسكندريه. فبالتالي انا عارف ان هي النجيله اقصى حاجه 4 ساعات في الاسبوع. مفهوم مفهوم. عشان كده لو في حاله التدريب تلاقي حته المنداب المرمى امام المرمى فيها دايما فيها مشكله عشان تدريب الحراس عليها.
فدلوقتي اللي تاخد بالك حضرتك كده في حتى المباريات بره بتلاقي عارضه في قائم على الجنب عارضه عشان الحراس يسخنوا فيها مش العارضه بتاعت المرمى بتاعت الملعب. بيحطوا مرمى على جنب كده متحرك عشان الحته اللي قدام الجون هي اكتر واحده عشان من رجل حراس المرمى هي بتهلك يعني. طيب.